منزل الفرقان وكتاب الانجيل، مدك ولا جود الرجال ومددها، مدك ولا مدد كريم مره يا جيل، يا مدوم النعمه على من حمدها، 50 ليلة ندوب حمل ورا سهيل، والعقربيه قام يرزم رعدها، مقدم بكور الوسم سود هماليل يجرح طمان القاع فجرا، بردها تحدر الوسمي وشفت المخاييل وزن الطرب والنفس قفا، نكدها يا سعود شوف الاشغال كاليوم تبديل واترك مواعيد البلد في بلدها وركبوا ندمني على اسطول الجيل اللي على نخش العيون وحسدها رقاه بسم الله خوف البواتيل وخوف الذي حجان عينها عقدها وبيض ما عد فالمشي لو ميل وكيل وبليز تهي دوبها في مهدها في كسار مع هذا قليل المحاصيل عبد اللطيف وكالته مفتدها حنت سيوره لا سرى تالي الليل عويل واضحا فاختت من ولدها. صبحكم الله بالخير، سهيل سعيد الله يسعد ايامكم. ان سهيل اللي يعني اسبوعين من يوم دخل تقريبا، لكن منه وبعد قام يزين الجو، قمت تشوف يعني فرق سهيل واضح، برد الليل والنهار ما عاد في شدة الحر اللي من اول، من والله قايم يسفي علينا رطوبة في الطائف، رطوبة والله ما حنا بنعرفها من اول، بس السنين التالية هذه الله العظيم يوم يجي العصير الريف ليل المغرب ليل العشاء رطوبة، تقول انك جالس على جنب شاطي بحر جد، تغيرت الامور مدري من كثره البشر والعماير سكروا الناس، جو الطائف احتر والله ما مثلها من اول، زحمه البشريه هذه قننوا قننوا في الانتاج يا جماعه، لا تكثرون الواحد اثنين ثلاثه ما بترمد لك باثنا عشر وبنوا عماير اثنا عشر وزحموا الطبيعه وزحموا، الله يكرمنا وياكم صباحكم خير. من يجاهدهم والله والله اللي يتعدوا الثلاثه الاربعه عبودي واحد الله يصلحه والله سوى فيه اللي ما انت تسوي، ما غادي يقول في البيت عدل يا كبر وش يسوي الله يصلحهم، لكن والله ان زود الانتاج يورى لي انه هو صحيح المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن كثرتهم يعني 12 13 تعدوا الخمسة ترى فيهم اشكالية، ومن يجاهدهم ومن يربيهم ومن على الله سبحانه، بس الواحد يقنن الامور، 12 رايح الحرب انت 12 ولد من يجاهد هذول والله والله اني اعرف له ابوان، والله انه اللي جاي بنادي هذا انه يناديه باسم هذا، واللي جاي وش الكلام هذا يا ولد وش الكلام هذا، من كثر ما الله يكرمنا وياه راح يضيع بعدين والله ما يحفظهم لو انك كمبيوتر وش يدراه يدرس اي صف يدرس هذا ولا ما يدرس ولا ما يقدر حتى لو بيحفظهم أجزاء ومسلسلات وأفلام ومشاكل، الله يصلح الله يصلح إنه يصلح صحيح إن الله يا كتب لك وصلح لك إنه خير وبركة، لو إنه واحد يمكن يشغلك ولو إنهم مياه يمكن يريحونك، لكن الواحد يعني يعقل ويتوكل إنه في وقت يا أخوان يعني الأمور كلها يعني صارت غير واحد اثنين ثلاثة إذا زادوا خمسة ستة ولا عاد زيد وراهم واحد حقك تأخذ بإذنك بعد بإذنك والله، لأني أحس إنك ما تستشعر مسؤولية، الواحد لازم يعني يشوف الأمور يقايس، والخير عند فيما يختار الله، بس الواحد يعني يفكر شوي للمستقبل يشوف قدام وش فيه، أنذر لك 10 11 12 من يجاهدهم هذولي يعني حتى لو ما الله طور في عمرك ورحت انت تقول لهم ربنا يا لهم لهم الحرب كيف يجاهدونهم 12 من يهرجهم تعطي هذا العلم ويضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا ولا تظهر منهم بخاتمة، واحد اثنين تقدر تهرج معاهم تقدر لو اني يعني اخوانك بيسنعون الامور بعدك لو ربعك بيسنع، لكن اليوم انهم صاروا مثل الحاج هذولي من يقول لهم من يتعرضوا، وبعدين خصوصا اللي صاروا في مرحله مراهقه وانت ودعت والله الله لابهم الله لابهم الله لابهم شكلها زالت مني طلع لي شغله لازم اروح هناك جده اغلقها بنفسي، اكيد اني مريت كيان باخذ مشروبي من عندهم حق الخطوط المفضل لدي، وانا وانتم الى جده وانا وانتم على باب كريم، ان الله يحفظكم والله زمان يا فن
شكرا يا اخ عبد الرحمن، اتوقع على المقطع الجميل هذا رجعني يمكن 15 سنه مره. بنزل لكم مقطع يا جماعه. قبل انا كنت ادرب صفوف المحاوره، كنت يمكن من الخمسه الاوائل على مستوى الخليج اللي يدربون صفوف المحاوره، من اشهرهم وافضلهم من غير قصور في اخواننا الباقيين. هواية من صغرتي وأنا ألعبها، لين قبل 10 سنوات تقريبا وقفتها. طبعا أنا اللي لابس في المقطع نظارات شمسية، يعني كنت مغيم ليل نهار، كنت وقتها ما أعطي حق طالبة، كنت ما أشوف العرب عرب، لكن من عوامل التعرية اللي صارت وزادت علي صرت مسلم ومسالم ومستسلم، الحمد لله وشكرا، الحمد لله اللي وصلنا لها المرحلة. شوف المقطع. ما شاء الله ما شاء الله، حر ورطوبة وانا متحجم ذي مقامة مغرد حك حك. ما شاء الله ما شاء الله يا جدة، ما شاء الله ما شاء الله. وصلت الفندق، خلصت اشغالي، وصلت الفندق، ابا اقابل لي واحد من الشباب هنا بعد نغلق الاشغال. اشغال عالم كلها مشغولة، بنروح دولة الغداء الغداء يعانى نفسه. أضحك حك الرشتة وبالماء هذا الأبداء، لكن على الله شوي ربشر بأمك. يا صديق ما بركب رفيد يعانى جاي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حي الله يبجيه. أهلا وسهلا. خلصت أشغالك؟ خلصت والله، أنا أنجزت باقي حاجتين بسيطة. ما تخلص الحاجة؟ لا ما تخلص، بس نبى الغداء. الغداء 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 اللي لنقاوها الله تعطيها انت الدنيا ابو عبد الله. عزك عزك، ادنا اطلق مطعم بس ابرز ولحم. معقوله هذه؟ اي والله ابرز ولحم. انا فطوري مسيس من يوم سرحت من هنا، ما لازم ما تكفيك هاللي طايح رحت تدور الشغل هنا اللي في جده. كل العالم في اشغال، انا ما كفتك البارحه طايح في جده. يلا يلا توكل على الله. راسي راسي ليت ماني مشذوب، ليت الطبيبة ما عطتني دواء. انا اللي طلعت من البيت تغير مكان نومي، ما نام الا بكلفة. والله اني صاحي من الساعة 6 الصبح، البارح ما نمت الا 12 ونص الليل، ومن الساعة 6 الصبح وانا برم 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 برم. تغديت الحين، رجعت للفندق، أبقيل أبكسر عني. قال يدك رجل، أقول الله بدأ. قال أنت الطائف هنا، ولي رحت الطائف أرقد في بيتك، ما هنا وفي الفنادق الساعة هذه ترقد فيها ما في. هنا خلص أشغال كذا كذا عقد، فما الله كتبنا نقوم ونكمل. على الله على الله. أدري بعضكم الحين يقول يا ولد ترى أنا ما عرفنا لك، يوم تقول أنا نام 18 ساعة ويوم تقول أنت ما تنام، أنت وش تبى؟ والله اني انا يا اخوان ما ادري وش ابغى حقيقه، لكن اذا عرفت ان شاء الله اوعدكم اني بقول لكم موضوعي مع النوم، يعني ما عرفت فيه لين الحين. مرات طايح وانام، ومرات تحجم ما عاد فيه نوم، ومرات اساسا انا ما انام من غير اذا سافرت، وعاد اذا نمت حدث ولا حرج. دق نومه نومه صحيح، يعني ترى نومة الضعافة هذه ساعة ساعتين ترى مسكن. نهب نوم رجال اليوم انه نوم. لا تنزل عن 8 ساعات فما فوق، ينام صحيح ثم قام لي يشتغل على قدر نوم. لا يقولون لك لا تنام لا تهلا خل نومك قليلة، يا رجل الاسد عانه ملك الغابة نايم النهار كله منعوي. اليوم انه قام خطف للصيدة وجاكبها ذيبان، قامت كل السباع تاكل من سورة، وبعضها مر عانوا هذاك مغري البه من يوم يصبح لين يمسي يسال هذا طريق. بابا ما يجيك بفايدة غير كل من تعداه حذفه، كل من تعداه هبا هندر نح طلع. فناموا خلكوا سود، ناموا نومه صح ولي قمتوا ادوا اداء صح. الا خلك نايم، خلك اسد ما يبغى يصيد، ما هو بجيعان نايم طول السنة. يا هذه قبلنا قبلنا قبلنا.